أربع سنوات تمر على مجزرة مدينة المخا السكنية، قرابة 100 قتيل وضعف ذلك من الجرحى والمعاقين. لماذا يترك ذو ضحايا قصف التحالف مشردين دون تعويض أو إنصاف؟ أهلا بكم. تحت لافتة الخطأ غير المقصود يسقط الكثير من اليمنيين ضحايا قصف التحالف. الشرعية الخجولة كما يبدو لا تجد قدرة على الوقوف في وجه هذا التحالف. وحدهم الضحايا من يصرخون قبل أن تتحول صرخاتهم إلى أنين يردده ذووهم. إذ تغيب أبسط الحقوق، التعويض أو جبر الضرر، ناهيكم عن استحقاقات عادلة لهذه الجرائم. رغم ما أطلقه التحالف من تصريحات تؤكد التعويض، إلا أن احتجاجات ذوي الضحايا تفند كل ذلك. تباينات بحاجة إلى تمحيص وتفرض تسليط الضوء عليها لمعرفة حجم الكارثة التي بدأت بالقصف ولم تنتهي برمي الضحايا بالعراء. المخا ومثلها عشرات المواقع ومئات الضحايا، هل ستغيب حقوقهم وتدفن قضيتهم؟ أم أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في عشية 24 من يوليو 2015 طائرات التحالف تقصف المدينة السكنية في المخا وتودي بحياة أكثر من 100 مدني وتصيب العشرات. مجمعة سكنية خاصة بمهندسين وعاملين في محطة المخا البخارية بتعز يقطنها إلى جانب أسر العاملين زوار ونازحون لجأوا إليها هربا من الحرب، لكن كان مصيرهم الموت. كان يوما داميا. الضرب يعني بلا هوادة، ضرب بلا هوادة. لا عساكر عندنا، لا شياطين، ما فيش حتى مظاهر مسلحة. يعني ما قدرنا شنو قد حتى قهالنا، قسما بالله ما قدر. الآن أكثر من هنا أكثر من 20 قثة الذي رفعناه العديتوين، أنا بيدي العديتوين بيدي أكثر من 20 قثة بذنبنا هذا. بعد عام من الحادثة أقر التحالف بذنبه، فقد أعلنت لجنة تقصي الحقائق وجبر الضرر أنه سيتم تعويض المتضررين وجبر ضررهم. أربع سنوات على حادثة شهدت تحولات، كان الشتات الذي عانته أسر الضحايا هو العلامة الأبرز في تلك الرحلة القاسية. سرعان ما غابت الجريمة في سلسلة طويلة من الأحداث والجرائم، وكل جريمة تنسين سابقتها. أربع سنوات من التشرد دون سكن في قرى وأرياف تعز، ومن الانتظار للتعويض وإعادة ترميم مساكنهم المدمرة، لكن أيا من ذلك لم يحدث. تقول بعض المصادر للموقع بوست إن عشرات الأسر تركت منازلها بأثاثها وممتلكاتها، وتفاجأت اليوم بقيام القوات الإماراتية بمصادرتها كاملة وإتلافها. ناهيك عن رفض التحالف عودة المدنيين إلى مساكنهم، ويقدر عددهم ب 270 أسرة خشية عودة السكان إلى مدينتهم ومطالبتهم بالتعويض. ورغم إعلان التحالف عن تعويض 113 مدنياً تضرروا من الضربات الجوية في اليمن، إلا أن عددا من الأسر نفت ذلك بما في ذلك جمعية أنشئت لتبني المطالب الحقوقية لأسر شهداء وجرحى ومتضرري مجزرة مدينة عمال الكهرباء السكنية في المخا، التي أكدت أنه لم يتم فتح أي قنوات تواصل بينها والتحالف. تغيب أصوات الضحايا كلما اتسعت خارطة الدمار وعلت أصوات الطائرات في سماء البلاد. فإلى جانب ضحايا مدينة المخا تتسع خارطة الوجع الإنساني بطول البلاد وعرضها لضحايا مدنيين يذوقون مرارة القصف وقسوة الإهمال من بعده دون إنصاف أو عدالة. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب من ينضم إلي الآن عبر الأقمار الصناعية من عدن السيد يحيى السباعي رئيس جمعية أسر ضحايا مجزرة المخا. أهلا بك سيد السباعي. حياك الله. حياكم الله. إذن سيد السباعي، في البداية هلأ حكيت للسادة المشاهدين، لو استعدنا الذاكرة تفاصيل ما حدث
إثر يعني تفاصيل المجزرة التي حدثت في المخا في مثل هذا اليوم من العام 2015. حياك الله أستاذي. أولاً نشكر قناة بلقيس على استضافتنا الكريمة هذه، وثانياً عزائنا وشهدائنا ورحمة الله عليهم الذين سقطوا في نفس هذه اليوم، في نفس هذه الليلة، في نفس هذه الساعات، في أثناء القصف في 24/7/2015. وعانا الله تعالى وصبرنا على ما نحن فيه وما نحن سنتي إليه. اللهم آمين. ثانياً موضوع ما تقول أنه ما قرأ في تاريخ 24/7 كانت ليلة للأسف يعني مفاجئة أو مفجعة للجميع تماماً. وما أفجعنا أزيد من ذلك هو ما تم ما بعد ذلك من إهمال ومن تشرد ومن تفرق الأسر. بعدما كنا أسرة واحدة في مجمعات سكنية ثلاثة، تم إهمالنا، تم إسقاط ولا إلغاء وإخفاء قضيتنا تماماً. يعني إذا ما تحدثنا عن عدنا بالذاكرة، وإن كان هذا الأمر من الصعوبة بما كان، ما الذي حدث في مثل هذا اليوم من العام 2015؟ كيف كانت الأجواء في ذلك اليوم؟ كيف كان قصف التحالف؟ ما الذي حدث؟ هل تذكر تفاصيل ذلك؟ الذاكرة لا تخونني، ولكني أتذكر عن تقارير كل فرد من أعضاء جمعيتي ما كتبوه عن هذه الليلة. فكل ما أقرأ تقرير أي شخص من ملف أي شخص يفجعني تماما. لكن ما أذكره أنا شخصيا، كانت ليلة مرعبة، حيث أنها قرابة 9 صواريخ تنزل على مدينة سكنية بها أطفال، بها نساء، بها أمراض، بها كل الناس، يعني المتعاقدين، عمال، من أسر، من شهداء، من أسر. هؤلاء كلهم كانوا في يوم الجو كان حار فيه، فكانوا خصوصا في الساعة العاشرة، هذه الساعة العاشرة يبدأ الخروج إلى المنتزهات الموجودة في هذه المدن السكنية. وفجأة بالصواريخ تنهمل علينا، 9 صواريخ في خلال 20 دقيقة. لم نستطع أن نلملم ما معنا، لم فجيعة، لم نذكر، لم نستطيع أن نتقبلها. ما نذكره هو الأخر ما حدث بعد ذلك هو الجثث والأشلاء التي كانت متناثرة بعد انتهاء القصف. رحمة الله على شهدائنا، معان الله أجرحانا، رحمة الله تخشاهم. هل يعني إلى الآن التحالف اعترف أنه هو الذي يعني تسبب بما حدث في المخا، أليس كذلك؟ نعم، اعترف تقريبا بعد سنة وعشر أيام. طيب في هذا السياق الآن، كيف هي أوضاع أسر الضحايا وبقية الأسر التي يعني ممن نجا من القصف؟ أخي العزيز، أخي وجيه، أسر أهملت تماما. توقع حتى أن العلاجات اللي عالج بها ما تمكنا به من علاج حق الجرحى كان كله من تبرعات من تجار او من ما هو ممتلكاتنا الخاصه. حال الاسر حاليا بعد 4 سنوات الى الان من بعد 24/7 مستمر في الشتات والتنقلات والهجرات بين المحافظات. لم تستقر فقط في تعز او الحديده، وانما بعضهم هاجر الى الخارج. وهناك جهود للربط بين هذه الاسر. انتم الان بحسب ما فهمت أسستم جمعية لأسر ضحايا مجزرة المخا، ليس كذلك؟ أيوة إن شاء الله. هو حاولنا قدر المستطاع بعد 3 سنوات من الحادثة، رأينا أنه لا فائدة لا من أي جهة أو أي طرف مهما كان. سوف تلغى قضيتنا، سوف يهمل أفرادنا، أعضاءنا، أهملت الأسر. فأسر هناك لم تبقى فيها إلا الإناث، توقع عن مفردين. الشيء الآخر، الرواتب هنا في اليمن بشكل عام تتأخر من شهرين من 3 أشهر، فما بالك بعد الحادثة أهملنا فترة ما يقارب السنة بدون رواتب. توقع ماذا يحصل لهذه الأسر. حاولنا مجموعة بسيطة من الأعضاء الذين لهم القدرة وجزاهم الله خير بأن نلم الجميع ونكون هذه الجمعية البسيطة المتواضعة التي بدأت مجهودها الشخصي بمبالغ رمزية بيننا وبين بدأنا نفرق هؤلاء. الغرض منه هو تجميع هذه النظر لأعضائنا، لأعضاء هذه الضحايانا، لأسرنا، المحاولة للربط بيننا.
وعدم التفرق وإن شاء الله لنتفرق. هذا عمل العمل الأول الجمعية كان. العمل الآخر الذي لازم أن يتم نقوم به هو تجهيز ملف قضيتنا بشكل صحيح ونقوم به ونحميه. في المرحلة الحالية التفرق والشتات هذا يؤدي، قد يستطيع أي واحد أنه يأخذ يبتاع بهذه القضية. فنحاول نحن بها بعمل الجمعية أول الترابط بيننا وحماية ملف قضيتنا وبدء المطالبة بتعويضاتنا، بتعويضات جرحانا، بتعويضات شهدائنا، بتعويضات هذه الأربع سنين التي فاتت بدون النظر إلى قضيتنا. هذا هو عمل الجمعية الأساسي. سأعود لأسألك أسئلة أخرى حول هذه الجمعية وجهودكم فيها، لكن قبل ذلك دعني أشرك معنا في الحوار السيدة انتصار قايد صالح، شقيقة إحدى ضحايا المجزرة، التي تنضم لنا عبر الهاتف من تعز. أرحب بك سيدة انتصار. إذن من الصعب الحديث عن ذكريات هذا اليوم قبل 4 سنوات وما حدث، لكن لربما من المفيد لعامة الناس أن يسمعوا وللمشاهدين أن يعلموا ما حدث بشكل عام في ذلك اليوم. حدثينا عن تجربتك أنت سيدة انتصار، عن أقاربك الذين راحوا ضحايا في مجزرة المخا قبل 4 سنوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. أكيد اليوم هذا في وجع لكل إنسان فقد عزيزه، ولكل إنسان فقد أغلى الناس عنه. واليوم هذا أكيد إنه لما واحد يذكره تقشعر الجسم من الحادثة ومن الكارثة، وخصوصا نحن إن أسرة بأكمله، أختي وعيالي 5 وزوجي يعني راحوا بغمضة عين بدون أي سبب. يعني هو القدر الذي وصلنا، يعني فجأة بدون أي مقدمات. لما يجي إنسان يقول لك غالي وعزيز عليك مات بكل سهولة، إيش السبب وإيش الذنب ما تدريش. نحن وصلنا الخبر للأسف مش بنفس اليوم، نحن ما دريناش بنفس اليوم ولا بأي ولا يعني بأي شكل من التلفزيون ولا بأي شيء. كل العالم كل الناس دريوا إنه وقعت حادثة بالمقا وأنهم قتلوا أسرتي، إلا نحن درينا اليوم الثاني بالظهر الساعة 11 صباح، درينا من صنعاء. يعني في معانا احنا عندنا من الان بالراجعه، يعني انا طول عمري من اكثر الاوقات كنت اروح المخا عند اختي يعني باستمرار، وعشت بالمخا واعرف اهل المخا وناسه والذين السكنيه. وكل من تقطع قام يقول لك الخبر من صنعاء ان هنا للراهبه، يقول لنا قولوا لهم، لان مش عارفات انه اسرتين ماتت. تخيل لما يجي انسان يقول لك اخوك اختك ماتت كامل، يعني يقولوا احنا كنا متوقعين انه بيضربوا المحطه مش المدينه السكنيه. حتى اختي الله يرحمها لما كانت تقول اذا شو وقع عندك البراهيده حاجه تعالي هروبا عندنا، المدينه السكنيه امان. كانت دائما في عندنا نروح عنده. نحن كنا نقول له ما في شيء عندنا، ما في شيء عندنا. لكن لما جاوا يقولوا لنا الخبر قالوا المحطه، نحن لما جرينا قالوا لنا المحطه انضربت، نحن كنا نقول له صهيري. حتى الان هو مريض لعشر سنوات مشلول على الفراش. لحد الان ما هيش دارينا بنت ماتت. جاري بك على صهير، لان احنا كنا نصيح ان صهير اللي مات. واتصلت بعد كنت اتصل عند الوراثه من عند وحده لعند وحده، كلهم تلفوناتهم مغلقات الساعه 11 الصباح اليوم الثاني يوم السبت. تجاوبني وحده من الاستاذ فراس اسال على اختي، اقول لها وين انتظار؟ مو في مصادق؟ تقول لي ما هم بالبيت مدري في مرتبك، اقول لها ما لو صادق كان بحث ما حصلنا بالبيت، تقول لي لا بالبيت. قلت لها الحمد لله يعني في بكم حاجه وتصير، تقول لي لا شردونا قتلونا قربونا بشعورنا قربونا. كنت اقول لك راح يلجا ايمانك ايش اللي حصل؟ تقول قتلونا مدري. اقول له طيب الان انت وين انت؟ قال لي قتلني بالجراحي. قلت له بالجراحي ايش تعملي؟ قال هربنا. قلت له طيب اختي انتظار وين؟ قال اختي انتظار بالبيت. من جرني اختي شفت المناطق؟ اقول له حرام عليك يا فراح اختي بالبيت، ليش ما شليتش معك؟ اختي ما معيش احد المخاء، ليش ما شليتش معك سيرب؟ قال يا اختي كيف اشله؟ قال ثاني صاروخ، قال ثاني صاروخ لبيتي. قلت له كيف؟ يعني صدمة. تخيل لما أني أتوقع أطلب صهير حسب المحطة اللي انضربت، وتفاجئ أنها تقول لي المدينة السكنية اللي انضربت وأختي كانت تعرف لبيتها. أقول لها كانت تعرف لبيتها؟ قال لها لبيت انتظار. قلت لهم طيب وين هم هربوا؟ لا لا، تقول لي لا هم داخل البيت وماتوا كلهم. يعني فجيعة، يعني بمعنى بصدق، يعني مو بكارثة. لحد الآن لنا 4 سنوات نحن متوقعين أنها تجي علينا الباب، أنها تتصل بنا، اللي نحن نشوفه. يعني تخيل معي 5 جهال وفي حامل، يعني ابني الكبير بثالث ثانوي، وبنتي اللي بعده بثالث اعدادي، والبنت اللي بعده بصف سادس، والابن اللي بعده بخامس، والابن الصغير عمره 6 سنوات.
يعني ايش مو اللي ارتكبوا، يعني مو اللي ارتكبوا انه عارفين يعني يضربوا المكان يساروا في البيت، يعني ما عند لهم خلق حتى يضربوا ولا انهم يقول لهم انذار. يعني اي الاولى كان يضربوا مثلا المحطه اللي مستهدف منشاه حكومي ولا يضربوا المدينه السكنيه. يعني ما هم مش متوقعين حتى اهل السكن انفسهم انهم يضربوا المدينه السكنيه. سيدة انتصار، هل خلال هذه الفترة يعني كان هناك تواصل من قبل التحالف أو من قبل الحكومة معكم؟ لا، ما في شيء تواصل معنا لا من التحالف ولا من أي علم نسمع من الجرائد. أنا أقول لك شبكة الحطام هي قبل فترة هي نشرت الخبر، قالت إنه في تعويضات وما في كذا. اليوم الثاني نحن قرينا الخبر وكلمت المجموعة حق المقع، قالوا ما فيش خبر. اليوم الثاني مباشرة شبكة الحطام قالت قد تم التوزيع. يعني كيف اول يوم تنشر انه في تعويضات، ثاني يوم تقول انه قد تم التوزيع؟ قدر من تم التوزيع ومن عوضوا؟ يعني اربع سنين، يعني من يعوضوا ولا من يعوضوا؟ يا وعارف من عوضوا ولا من هم اللي عوضوهم؟ يعني من يعوضوا؟ الارواح اللي الاساسات اللي الجرحى، من يعوضوا ولا من يعوضوا؟ المدينه السكنيه كانت قطعه من باريس. أنا بني عايش بسعيد وسافرت من بلاد وكم من محافظات، بس عمري ما شفت زي المدينة السكنية. كان أكثر أوقاتي يجيبني روح عند أختي المدينة السكنية، صدق يعني عيشة يعني رفاهية، عيشة أمراء، يعني صدق يعني أهل السكن صدق أنهم انظلموا وتشردوا بجد، لأنهم كانوا عايشين بنعيم يعني وسكن بمعنى الكلمة، يعني بيت كذا صغير بس براحة لكن الان مشردين. اللي ما تيجي نقول خلاص قد مات الله يرحمهم، لكن الباقيين لا راتب لا بيت لا. يعني الان شوف قضيه المقا، اول قضيه يعني ارتكبت في السعوديه، اول كارثه يعني فعلتني قضيه المقا. الان الحديده لما ضربت الان الحديده، في عندنا ناجحين من حق الحديده هنا بالراهبه. لو تشوف على تعويضات على فلوس نقول لهم على حاجات، وين هم ناجحين حق الحديده؟ وين التعويضات حق الحديده؟ ايش اللي هم الحديده؟ اشمعنى يعني كان مجازر بسعيد، مجازر بالمقا، ومجازر بكل مكان؟ يعني ما قالوا وينهم اهل المقا، وينهم اهل صنعاء، وينهم اهل اشمعنى الا الحديده كانوا يدوروهم؟ بالرغم من التعويضات جاءوا الناس ما تضرروش ولا في بهم اي حاجه، والناس اليوم فعلا بالحديده تعبانين، حالتهم حاله، واليوم فعلا انهم محتاجين للدعم ما يوصلوا لهم. يعني من وين الغلط؟ هذا الغلط يعني من اللي يوزع ولا الغلط يعني من الشعب ولا خلال هذه الفترة سيدة انتصار، ما الذي فعلتمه أنتم كذوي ضحايا، يعني أسر، من أجل المطالبة بحقوقكم بتعويضكم أو بالقصاص ممن قام بهذه المجزرة بحق أهليكم؟ والله نحن واقفين مع الجمعيه اللي كونها الاستاذ يوسف السباعي والاستاذ عبد الواسع الحكيم الله يحفظهم، كونوا لجنه وقالوا بيطالبوا، ونحن وقفنا معاهم اي اوراق اي حاجه يشتدنا، خرجنا شهاده وفاه، خرجنا يعني الاوراق اللي هم ملزومين منهم، هم قالوا بيتابعوا، بس من بيتابعوا؟ من اللي اصلا بيوقف معاهم؟ يعني اذا كنا نحن مثلا على عقليتنا، من نطالب السعوديه ولا نطالب اهل بلادنا ولا نطالب مين؟ يعني السعودية إذا كان لحد الآن تضربنا، يعني من اللي بيعوض؟ الله المستعان. يعني ما فيش كلام أكيد ولا في يعني نوع من الاهتمام. يعني إذا كنا نحن داخل بلادنا ما تحصلش اهتمام، يعني من إذا كان الراتب، إذا كان الراتب يعني نحن من حقنا، يعني مش نقولش من حق التعويض ما هلوش من حصلوش. إذا كان الدعم اللي يجي من الخارج مثل ما البر والدقيق نجوا الناس هناك، لا. الله المستعان، عسى ان يكون يعني هناك تعويض عادل. يعني قضيه اليمن يعني قضيه مستحيل انه حد يحل اذا كنا نحن ما نوقفش بانفسنا، نحن الشعب نستوعب الضرر اللي نحن فيه، لكن نحن الشعب دائما يعجبنا دائما نصدق الغير، ما نصدقش انفسنا، ما نشدش وطننا، ما نشدش انفسنا علشان نوقف على ايدينا ونوقف الحرب هذه. شكرا لك جزيل الشكر سيدة انتصار قايد صالح، شقيقة إحدى ضحايا المجزرة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، وعسى أن يكون هناك تعويض سريع لكم وجبر لهذا الضرر، وأن يرحم الله ضحايا مجزرة المخا جميعهم. بالعودة إليك سيد السباعي، تتحدث السيدة انتصار على أن أول كارثة قامت بها كما تصفها السعودية في اليمن هي كارثة المخا. بالنسبة للجمعية التي قمتم أنتم بإنشائها، يعني
هل حصلت على تفويض من كامل الأهالي؟ إلى أي مدى تمثل هي أهالي ضحايا هذه المجزرة؟ أخي وجيه، الحمد لله الجمعية طبعاً تفاعل أعضاء الجمعية بشكل كبير بسبب ما الظلم الذي استمر لمدة 3 سنوات، يعني لا أحد ينظر، لا أحد يفكر. ما نراه في القنوات تلك الفترة كله ما ضحايا القاعة، ضحايا متفرقة سواء حديدة سواء غيره وغيره، بينما كانت ضحايا مدينة المجمعات السكنية في المقهى كانت أول قصف، كان أول ضحايا فيه وأكبرهم أفظعهم كانت. حتى من شدة هذا أيام ما كنا نعالج حق أهل القرحة في مثلا بالحديدة أو في أي مكان، كانت التجار يهلوا علينا بالأموال بسبب إيه؟ إن أول فجيعة كانت باليمن كامل. فكان ما شاء الله تفاعل الأعضاء بشكل سريع حيث قام التفويض وأرسلوا كل الأوراق واجتمعنا، والحمد لله ذهبنا إلى الشؤون الاجتماعية في تعز وإنشأنا الجمعية وأخذنا التصريح الرسمي. وإلى الآن نحن في فترة بتجميع البيانات وأخذ الأوراق والوثائق، وأخذنا التوكيلات الرسمية التي تخول الجمعية بالمطالبة أمام كل الجهات الحكومية، الجهات الخارجية، كل حتى الدولية، من قبل الأعضاء بشكل 95% حاليا. في بعض الملفات لم تصل إلى الآن، لكن معانا كل الأوراق والوثائق والتصريحات المخولة للجمعية، وبأن تكون هي الممثل الرسمي الوحيد بالجمهورية اليمنية سواء باليمن أو في خارج اليمن بتمثيل هذول الأعضاء. كم عدد الأعضاء؟ يعني أقصد كم هي من أسر الضحايا الذين وكلوكم لمتابعة هذه القضية؟ وصلنا إلى العدد، إن شاء العدد 250 عضو أسرة، وكل عضو مثل أسرة. نعم. وصلنا إلى 250 أسرة الحمد لله، معنا توكيل رسمي صريح مختم بالمحاكم من المرفقات الحكومية والقضائية باليمن. طيب. وأيضا لدينا تخويلات من الخارج بالناس الساكنين من الخارج، برضو من الملحقات الخارجية هناك في السفارات اليمنية والقنصليات اليمنية خارج اليمن. طيب، إلى الآن يعني يمكن الحديث على أن الملفات قاربت على الاكتمال؟ إن شاء الله لم يبقى لدينا إلا نسبة ضئيلة جدا ونكتمل ويكمل العدد. فنحن الآن نمشي بمرحلتين مزدوجتين، جمع البيانات وجمع التوثيقات واعتماد البيانات وتوثيقها قانونيا. طيب، في هذا السياق إذن ما هي الخطوة التالية بعد مسألة عملية جمع البيانات؟ نحن ساريون بإكمال ملف قضيتنا، ملف قضية ضحايا المجمعات السكنية في المخاء، إلى ملف قانوني بما تقتضيه وبالمقاييس القانونية الدولية في هذه الفترة. نحن مرحلة بمرحلة وحتى نصل إلى المرحلة التي سيكون لها دورها وسيكون لها مقامها والكلام عنها. حاليا نحن في مرحلتين، جمع البيانات التوثيق والبيانات هذه والأوراق باعتمادها، وبعدها إن شاء الله بيكون التقييم والتقديم للمحاكم. لكن بحسب القوانين الدولية وما تنص عليه القوانين الدولية لا مانع في أخذ الطرف الثاني أو التحالف بشكل صريح بعمل تفاوض بيننا، وهذا إلى الآن لم نجد أي قنوات تواصل بيننا للأسف، لكن إن شاء الله ربنا كريم. طيب، في هذا السياق، في هذا السياق سيد السباعي، في هذا السياق التحالف قبل حوالي يعني فترة شهر تقريبا تحدث عبر ناطق العقيد التركي المالكي على أن كانت هناك عملية تعويض لعدد من المتضررين المدنيين اليمنيين جراء الآثار الناتجة للحوادث العرضية الخاطئة بحسب توصيف الناطق، ومن ضمن هذه الحوادث الستة حادثة المجمع السكني في المخا بتعز. كيف تلقيتم هذا الخبر يعني؟ صحيح، طبيعي طبعا الخبر على غير طبيعي، واصدرنا بيان، طبعا كان بيان ثاني بعد البيان الاول اللي اصدرناه باشهار الجمعيه. عندما ظهر الخبر هذا او خرج بالقنوات التلفزيونيه الفضائيه وبعض المواقع بالانترنت، اصدرنا بيان رسمي ثاني وتم نشره بالمواقع الرسميه للجمعيه بعدم وجود اي قنوات تواصل بيننا وبين التحالف. والى الان لم يتم تعويض اي ضحيه او اي عضو ضحية في هذه الجمعية،
واذا كان التحالف اي بيانات او اثباتات، مع انه اقول لك الان نحن استلمنا توكيلات رسميه تخولنا، فيقول انه استلموا اعضاء فهو انه الجماعه، فهذا غير منطق. الشيء الاخر، العدد اللي كان اللي عرض في هذه اللحظه كان اعتقد 113 متضرر اجمالي المدن التي تم تعويضها، والمبلغ في ست حوادث 116 متضررا. نعم، حاله تعويض 116 حاله تعويض من ستة حوادث، وهو رقم يعني في نهايه المطاف لا يساوي الرقم الذي يعني تضرر في المجزره الذي تتحدث عنها انت الان، لكن يعني حقيقة حتى انت لو نعم، هل هناك احتمال رياضيا حتى لو تحسبها رياضيا بالمبلغ المطروح تفضل تفضل اخي. اوكي، حتى اقول لك رياضيا حتى لو تجي تحسبها كم بيطلع الفرد الواحد من التعويضات، بالتعويضات التي تم عرضها اجمالي التعويضات شيء بسيط جدا ما يقارب 22 ريال الف سعودي، مبلغ بسيط جدا ما يعادل 3 مليون ريال يمني، فهو منطقي يعني ضحايانا او اي عضو ابسط عضو متضرر عندنا بالمجمعات السكنيه هذا المبلغ ولا شيء بالجانب الحقوقي الانساني من تعويض انساني، فما بالك في تعويضات ل 113 او 116 فرد. ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا سيد سباعي، سنعود الى الحديث بشكل يعني مجددا حول هذه النقاط، لكن دعنا نستضيف قبل ذلك معنا السيد عمر الحميري المحامي الذي انضم لنا عبر الهاتف ممتاز. اهلا بك سيد الحميري. مرحبا بك في الكبير، حياكم الله، اهلا وسهلا. اذا يعني مجزره راح ضحيتها اكثر من 80 قرابه 100 مدني، عشرات الجرحى والمتضررين ارتكبها التحالف قبل حوالي 4 سنوات. كيف تتابع مساله جبر ضرر الضحايا الذين سقطوا في هذه الحادثه؟ نترحم اولا على جميع الضحايا من ضربات الطيران التي سقطت من اول من حرب وحتى الان وهي مستمره. هذه الضربات التي توصف من قبل التحالف بانها ضربات عربيه واقصاء عربيه تحدث، هي في الواقع اصبحت ظاهره واصبحت حاله كبرى لا يمكن وصفها بانها حالات عربيه، لان الحالات العربيه لها نسبه مئويه بسيطه من تجاوز 5%، بينما ما يحدث هو نسبه كبيره وعريضه جدا من الضربات التي استهدفت مدنيين وخلفت العديد من الضحايا، المئات من الضحايا ربما الالاف. عندما يبدا التحالف بالحديث عن تعويضات فان هذا امر مبشر ويعتبر شيء يمكن البناء عليه، لكن لتعامل التحالف مع اليمن واعتبارها دوله ليست في مدى وانها فقط منطقة عسكرية يتم فيها استخدام الأسلحة والضربات المدنية والعمليات العسكرية غير مرتبة والمنظمة خلال 5 سنوات حرب، نقول بأن الحديث عن تعويضات هو ربما بداية أو شيء يمكن البناء عليه أو استغلاله من قبل السلطات أو المنظمات اليمنية المهتمة بحقوق الإنسان، ويمكن البناء عليها لمزيد من المطالبات لهذا التحالف والدول الأعضاء فيه تعويض الضحايا تعويضات حقيقيه ترقى الى حجم المصاب الذي تعرض له نتيجه هذه الضربات. هذه الضربات لم تقتل فقط اشخاصا بل دمرت اسرا بحد ذاتها باكملها، دمرت اسر، دمرت منازل باكملها، اهدت بحياه اشخاص ودمرت علاقاتهم، يعني اصبح هناك اشخاص لا يوجد من اهاليهم سوى شخص واحد. هذه الحالات الانسانيه الكارثيه قصص تشعر لها الابناء والابدان، يجب ان تحظى بحقها العادل من التعويض الذي يرقى الى حجم الكارثه، وليس بهذا المستوى الضئيل الذي يمكن تعويض يصل الحد التعويض فيه كمتوسط الى 22000 ريال سعودي الذي لا يعادل حتى 3 ملايين ريال، بل يجب ان يكون وفق معايير دوليه التعويضات التي تحدث في مثل هكذا حالات، يمكن القياس عليها بالتعويضات التي تحدث في اخطاء الطيران، اذا كان التحالف تسمية هذه الاخطاء بانها اخطاء بهذه الدرجات وصفها بانها اخطاء، يجب مقارنه تلك التعويضات بالتعويضات التي تقدمها شركات الطيران للاشخاص الذين يكونون ضحايا للاخطاء في حوادث الطيران كمعيار مثلا. يمكن للمنظمات المحليه والجهات الرسميه ونشدد على الجهات الرسميه
بصفتها صاحبة المسؤولية الأولى في هذه القضية، وزارة حقوق الإنسان والحريات للمكاتب المعنية بحقوق الإنسان يجب عليها أن تتابع هذا الملف باعتبار حق أصيل للمواطنين، هذا حق يخص بالتقادم، هذا حق. طيب في هذا السياق سيد الحميري، في هذا السياق لفتني في بيان التحالف الذي يعني تصريحات العقيد المالكي الناطق باسم التحالف، يقول ان يعني في سياق نص البيان ان قيادة التحالف دفعت دفعة من تعويضات للمتضررين شملت 6 حوادث، تم من خلالها تسليم عدد 116 حالة تعويضات من المساعدات المالية الطوعية. يعني ما لفت انتباهي هي مسألة الطوعية، إلى أي مدى هذه الكلمة دقيقة؟ هل على التحالف مسؤولية مالية فيما يتعلق بالدفع للمتضررين الذين سقطوا جراء هذه الحوادث؟ نتحدث مسألة قانونية بحتة. بوجهة نظر قانونية لا يمكن فهم هذه الإدارة بأنها تبرعات، لا يمكن التعامل مع هذا الملف لأنه الإنسانية يحتاج إلى تبرعات أي مرضى، وهناك التزام قانوني أصيل يفرض على دول التحالف تعويض كل ضحايا الحرب الذين سقطوا نتيجة ضربات طيران مثلا أو أسقاط تفرغوا بطرق أخرى من العملية العسكرية لم يكن لهم فيها يد ولم يتوخى فيها التحالف والعملية العسكرية الحد الأعلى أو الحد الأدنى حتى من المعاني معاني حماية المدنيين، ولكن يمكن قراءة هذه العبارة بأنها تصف بأن هذه التعويضات جاءت بشكل طوعي وليس بناء على إجبار أو إلزام بموجب المحاكمات، وهذا ما يجب أن تتوجه إليه الحكومة اليمنية لاستصدار أوامر وقضايا وفتح قضايا وملفات دولية محكمة العدل الدولية وقناة المحاكم الدولية لإلزام التحالف بالتعويضات العادلة وفق المعايير الدولية لهذه الأخطاء، وبالتالي فإن عبارة مبالغ يعني تعويضات طوعية يمكن قراءتها بأنها لم تأتي بموجب أوامر قضائية وإجبار وإنما جاءت بموجب استشعار من التحالف بمسؤوليته، وربما نحن نقرأ هذا الأمر من زاوية أخرى بأنها محاولة لزرع غمامات على العيون والقول بأن التحالف فعلا يقوم بالتعويضات نتيجة التكاثر التقارير الحقوقية التي تتحدث عن ضحايا الطيران، وبالتالي فإن هذا المبلغ الجهيد والتافه لا يمكن أن يغطي هذه الحقيقة أو تقصير التحالف في هذا الملف الذي يحاول من خلال هذا المبلغ 5 ملايين 2,500,000 ريال سعودي يحاول القول من خلاله بأنه قوض ضحايا الحرب في اليمن ويشير هذه الفكرة ويروجها في المحاكم الدولية مقابل التقارير التي تدينه والتي توجب عليه أخلاقيا قبل أن يكون قانونيا بإلزامه بتعويض الضحايا. يجب أن تصبح هذه الحالات حالات كدراسة أو كمشروع لقضايا حقيقية تتبناها الحكومة وتتبناها المؤسسات الحقوقية، أو حتى يمكن للضحايا أنفسهم أن يبادروا بتشكيل تشكيلات للضحايا من خلال تنفيذ شخصيات قانونية ذات مقدرة للتعامل مع القضايا الدولية والمطالبة الدولية أمام القنوات القضائية والعدلية لإلزام التحالف وإحراجه والضغط عليه استصدار تعويضات حقيقيه وليست مبالغ كافيه تمر حتى لا يمكن القول بانها تصل باكملها للمتضررين، بل تمر عبر قنوات مشبوهه ربما من اصحاب مصالح يتم الاقتصاد منها ولا تصل للضحايا بشكل كامل. هذه المنظومه منظومه التعويضات لا يمكن التعويض عليها ولا يمكن انتظار حسناتها التي تقول بانها طوعيه، ولكن يجب اجبار التحالف على التعويض كون هذا الشيء أمر مألوف وفي جميع هذه الحالات في دول العالم وفي الحروب بتعويض الضحايا الذين سقطوا بدون ذنب وبدون حتى أن يكونوا قرب مواقع اشتباك، وحتى لم يتم تحذيرهم واتخاذ المعايير والتدابير العسكرية اللازمة لتوخي سقوط ضحايا مدنيين من هذا. طيب في هذا السياق الآن إذا افترضنا جدلا، السيد الحميري وضعت تحت جدلا أكثر من خط، أن تم تعويض الضحايا يعني ذوي الضحايا بمبلغ مالي ما، ماذا عن مرتكبي هذه المجازر؟ هل سيسقط عليهم يعني الجرم؟ هل سيسقط عليهم الجرم؟ هل هناك إجراءات قانونية يمكن القيام بها لمحاسبتهم؟ كيف هو الأمر؟ ربما من وجهة نظر شخصية وبناء على قراءتي ان تحالف اليمن دول التحالف
واعتبارهم طرفا واحدا في هذه الحرب كحكومه شرعيه مع التحالف، يمكن ان يسقط الجانب الدينامي نوعا ما، الا اذا اعتبرنا ان تكاثر هذه الحالات اصبح لها بعد يعبر عن منهجيه وعن استهداف ممنهج للمدنيين، سواء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون او المناطق التي ضمن اطار سوريه. هذه الحالات يمكن عمل ملاحقات جنائيه لمرتكبي هذه الجرائم اذا اعتبرناها انها ممنهجه وانها تستهدف المدنيين. الحوثيون بطبيعه الحال وبناء على موقفهم من هذه الحرب يعتبرون هذه الجرائم موجهه وممنهجه، وبالتالي يقولون على بناء على موقفهم السياسي والتحالف والمنتظم العسكري. ونحن في المنطقه الشرقيه كنا نقول في بدايه الامر ان هذه اخطاء عربيه وربما نحاول النظر اليها من هذه الزاويه، ولكن مع تزايد هذه الحالات اصبحنا نرى للامر باختيار شديد، ونقول بانه هناك اختراق ربما سياسه موجهه لدى التحالف لاستهداف مدنيين او تعليق اكبر قدر ممكن من المدنيين للضرر او استهداف البنى التحتيه والمناطق التي يمكن تشكل كثافه ثانيه. هل يريد التحالف تشريد المدنيين؟ شكرا لك. كثيرا عندما تحدث هذه الحالات، وبالتالي فان احتماليه قيام مساءله جنائيه امر وارد تماما عند تزايد هذه الحالات سواء من جانب الشرعيه او من جانب الحوثيين، وبالتالي فان الشعب اليمني ضحيه في جميع الاحوال، والمواطنون المدنيون الابرياء هم ضحايا هذه الضربات الجويه، وعند تزايدها يمكن القول بان هناك مسؤوليه جنائيه نتيجه التعمد الذي نراه من خلال تكاثر هذه الضربات، لان التحالف كان بامكانه تاجيل طريقته بالتعاطي مع هذه الضربات. وهذا الأمر ربما على الجهات المعنية الاطلاع والقيام في مسألة متابعة ومحاولة وقف استمرار هذه العمليات. أشكرك على تواجدك معنا سيد عمر الحميري المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بعودة إليك سيد السباعي، كنت تتحدث عن مسألة قرب اكتمال ملفات يعني ضحايا هذه المجزرة لديكم أنتم في الجمعية، لكن ماذا عن التواصل مع الجهات الحكومية، الجهات الرسمية وكذا المنظمات المعنية في هذا السياق التي لها خبرة في هذا المجال؟ إلى أي مدى أنتم ماضون في هذا الجانب؟ أين وصلتم في هذا الجانب؟ حقيقة لدينا تواصل مستمر مع بعض المنظمات الحقوقية وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش. دائما هي تزرت بالتقاريرها، واي موضوع كانت تحدث عن ضربه او القصف على المدينه السكنيه في المخا كانت تبدا بالسؤال للتواصل معنا راسا عن هل تم التعويض، هل تم التواصل، هل تم. لكن ومعكم اعتقد تقدر باخراج التقارير ترسل لنا، كانت بشكل متواصل في شهر 8 من كل سنه. هذا حسب التقارير هيومن رايتس. بالنسبه للجهات الحكوميه حاليا يعني ما في تواصل، لكن في تعاون من الجهات الحكوميه بشكل كبير. مثلا ما هي الجهات؟ وزاره الشؤون الاجتماعيه عند خراج التصريح في الجهات، مثلا الجهات الحكوميه مثلا وزاره الشؤون الاجتماعيه، الوزاره برضو، في الجهات الامنيه مثلا في مديريه المخا تم التواصل معهم لبدايه جمع البيانات وابدوا استعدادهم وتامينهم للفريق الذي تم عمل العمليه، عملية جمع البيانات. فقط هذا اللي متواصل معه بشكل أكبر. يعني الآن بعد أن تم الإعلان بشكل كبير مع الحكومة، سيد السباعي، بعد أن تم الإعلان من قبل التحالف أنه كان هناك صرف وأن هناك لجنة مشكلة لذلك، هل تبينتم على الأقل تفاصيل هذا الإعلان؟ هل تواصلتم مع الجهات الحكومية أو مع التحالف لفهم مع من تم التنسيق؟ من هي الجهات اليمنية التي صرف لها، إن كان حدث صرف لهذه المبالغ أم لا؟ حقيقة لم يتم التواصل لبعد الخطوط، لو نقول هكذا. لا نستطيع أن نصل للتحالف بشكل مباشر. الشيء الآخر، نحن في طور جمع البيانات، نريد استكمال البيانات بشكل كامل متكامل مع كل الوثائق القانونية وبدء العمل بالتواصل بيننا وبين التحالف. حيث أضيف على كلمة الأخ الحميري أن بحسب القوانين الدولية خلال فترة الحرب لا يجوز تقديم أي قضية إلى محاكم دولية، لكن على الجاني بحسب نصوص القانون الدولي على الجاني أن يكبر ضرر المتضرر ويعيده إلى قبل ضرره خلال فترة الحرب كاملة.
لكن الى الان التحالف او لجنه الجبر لم تقم باي عمليه من هذا السياق او هذا البند. يضاف الى هذا البند انه واذا تم التفاهم او تم الاتفاق لاغفال الملف يعني يمكن بان لا يضطر الضحيه بلا ضرر للضحيه. هنا هذا الذي تقوم به الان عمليه لجنه الجبر، فلكن تواصل مباشر مع الجمعيه او مع اعضاء الجمعيه من لجنه الجبر لجبر الضرر حقهم خلال فتره الحرب لا توجد. اسرنا مثل ما قلنا اسر الضحايا الى الان مشتتين في كل الجمهوريات، يعانون الامراض الاصابات الحاليه الى الان 4 سنين، بعض الناس يعانون من اصابات وازمات مستمره، الناس الذين يصيبوا بهم من الاهمال الذي يتم خلال 4 سنوات يتوفون، معنا وفيات كثيرا بعد القصف هذا، سواء هم ليس مصابون ولكن اصيب بسبب الاهمال الصحي لهم. الله المستعان، رحمة الله تخشاهم وعسى أن يكون هناك تعويض عاجل وسريع وجبر لهذا الضرر وأن يحاسب مرتكبو هذه الجرائم والأخطاء إن شاء الله. أشكرك السيد يحيى السباعي رئيس جمعية أسر ضحايا مجزرة المخا، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن، شكرا جزيلا لك. وأرحب بمشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من تعز، السيد خالد الهويدي مسؤول القانوني لجمعية أسر ضحايا مجزرة المخا. سيد خالد، إذا ما تحدثنا على مستوى القانوني، ما هي الإجراءات القانونية التي أنتم بغرض القيام بها في سياق جبر أو تحصيل التعويضات المناسبة والتي يرضاها الأهالي لهذه الحادثة؟ سيد خالد تفضل. أشكر قناة بلقيس الفضائية على الفتاة الكريمة هنا واستضافتها لنا هذه القناة الرائعة التي تتبنى قضايا المجتمع وتسعى لكشف الحقيقة وإعادة الحقوق إلى مصدرها. بالنسبة للإجراءات القانونية سؤالك أخي الكريم، يعني نحن الآن كما تفضل الأستاذ يحيى البشمهندس يحيى السمك الفضائي في طور جمع المعلومات الكافية عن الضحايا والأضرار التي حصلت من كل عضو وتدوينها خاصة الجرحى، لأنه عملية الجراح هذه مختلفة، فمنهم من ترقى جراحه إلى مستوى الشهادة، يعني اللي من فقد أذني يعني خاصة السمع، من فقد يعني في ناس عندهم الان شظايف المخ يعني لم نعيش ولم نميت في وضع قاسي فيه. فهذه طبعا الاجراءات لازم استكمالها وبعدها تدوين ملف كامل نقدم فيه الى الاخوه في التحالف ونتواصل عن طريق الحكومه ونشوف اذا كان في تعويض عادل ومنصف للناس بإعطائهم وجبر ضررهم بحيث انه يعني الناس فقدوا مشاكلهم، فقدوا اثاثهم، فقدوا ممتلكاتهم، واربع سنوات خارج يعني مشردين في كل محافظات الجمهوريه وفي خارج محافظات الجمهوريه. تخيل يعني انت بعد ضربه بفتره احنا يعني استمرينا تقريبا قارب 20 شهر بدون مرتبات، ما حدش ينتبه لهؤلاء الناس. هذه كل هالاشياء يجب يعني تدون وتكبر ضرر الناس فيها بكلفه. حياه الترويح انت جالس امن ما عندكش اي اسلحه، يعني ما فيش اي تبعه سلاح، ناس امنين عزل في منازلهم في منطقه الليل دي يضربك طيارات ما يزيد على 9 صواريخ يعني حياتك كانت بائسه جدا. هذه كلها طبعا وفقا للقانون الدولي التروي على الانساني وحياه الشركات التعويضات الوجع والجرحى معروفه عند في جميع القوانين، ونحن نعد ملف على اساس يكون التعويض عادل ومنصف للناس بما تجبر ضررهم. يعني اذا كل التوفيق لكم في جهودكم سيد خالد الهويدي المسؤول القانوني لجمعية أسر ضحايا مجزرة المخا، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، دمتم في أمان الله.